معايا أستاذ أحمد حنفي، مسؤول خط نجدة الطفل في المجلس القومي للأمومة والطفولة. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. إزاي تتعاملوا مع البلاغات دي أو الوقائع دي والمجلس القومي للأمومة والطفولة؟ إيه الدور اللي ممكن يعمله في ده؟ هو إحنا استقبلنا البلاغات اللي بتاعت العنف المدرسي دي وبنستقبلها بشكل مستمر. عايز أقول لحضرتك إحنا على مدار السنوات اللي فاتت، مش هنقول الشهور، بتصدر المؤسسة التعليمية المشهد في العنف تجاه الأطفال، وكأنها أصبحت مصدرة للعنف مش مصدرة للتعليم. بالنسبة لحالة النهاردة، احنا استقبلناها على خط النجدة، وبالفعل تم التواصل من خلال لجنة الحماية عشان نتواصل مع الأسرة ونبدأ نقدم الدعم. بس القصة النهاردة ما بقتش في دعم الأطفال. لا ثواني أستاذ أحمد، ثواني قول لي، متوسط كام بلاغ بالنسبة لأطفالنا في المدارس وقائع عنف واعتداء عليهم متنوعة الحقيقة؟ يعني جسديا وجنسيا. عندي 60 طفل ضحية العنف المدرسي خلال النصف الأولاني من شهر مايو. يعني انا والعنف بقى، معلش عشان نفرق، اصل ممكن يقول لك ايه ضرب عادي، انا بضرب. احنا بنتكلم على انه مثلا بيضربوا بالمسطره والحاجات اللي هي بتاعت زمان دي، ولا ضرب مبرح؟ هو ضرب حضرتك برضه، يعني انا النهارده لما اضرب ولد بالمسطره مش لازم اكون اذيته بدنيا، انما عملت له شرخ. والمشكله ان عندنا قانون كمان بيقول ما فيش ضرب في المدارس حتى لو يعني بالمسطره زي زمان. في قانون بيقول، وفي قرار اداري، قرار وزاري ده بمنع العنف، بمنع الضرب في المدارس، ومع ذلك لا حياه لمن في نادي. الفئه القائمه على التعامل مع اطفالنا للاسف هي لا يتم اختيارها بشكل جيد. يعني اعتقد احنا لو بنختار موظفين هيتعاملوا مع اوراق واشياء صلبه هنجيد الاختيار اكتر من كده. احنا اصبح عندنا داخل المدارس، مش بقول كل المدارس بس بالصوره اللي انا بشوفها، انه اقدر اقول لك اغلبيه المدارس عندنا مجرد حشو للمباني بافراد غير مؤهلين لا يتم اختبارهم. حضرتك كان المدرس اللي معانا النهارده ده بنقول انه كان معتقل. كان ابسط حاجه ان انا ما احطوش في عمل اداري، في عمل مع طلبه، احطه في عمل اداري ان لم يستبعد تماما من العمليه اللي فيها احتكاك. عندنا وظائف جدا. ما هو ترد عليا لما انا قلت كده ان دي الجهات الامنيه هي اللي تقول. لا حضرتك الجهه الامنيه اعتقد لما بتقول ان هو يرجع لوظيفه، انما انا جوه انا بقى صاحب الشأن اشوف ايه المناسب بالنسبه لي، تتعامل مع طلبه ولا لا، خليك شويه على جنب. طيب المجلس القومي للأمومة والطفولة يا استاذ احمد يقدر يعمل حاجه في ده؟ يقدر يحرر؟ بالفعل احنا بدانا بروتوكول مع وزاره التربيه والتعليم. بمقتضى البروتوكول ده فيه وحدات حمايه جوه المدارس لرصد السلوكيات دي، مش لازم لما تحصل، انما لرصد المدرسين زي ما حضرتك كنت بتتكلمي اللي هم بادي على السلوكيات. لا 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 انا استاذ احمد معلش، انا عايز اطلع من مساله البروتوكول، انا عايزه اجراءات. حضرتك بالنسبه للواقع زي كده بعد ما تمت، انا ما بقدرش غير ان انا اقدم الدعم النفسي لاسره الولاد، بقدم مسانده قانونيه لو هم محتاجين اي مساعده في الشق القانوني، لان كتير من الاسر بتجهل ازاي انها تاخد حقها عن طريق القانون. فنزل محامي من وحده الدعم القانوني للاسره عشان يبدا ان يمشي في اجراءات مقاضاه المدرس ده. وفي نفس الوقت الولد انا بس مش عايزه حاله المدرس، احنا جبناها كمثال. انا قدامي دلوقتي مش عايز، انا اختصرت في الحالات، انا ذكرت بس 7 حالات من حالات كتيره قدامي متنوعه، واطفال ابتدائي واعدادي والعنف متنوع عليهم زي ما اشرت. مش عايزين نكرر عشان برضو يعني انا بقول لحضرتك عندي في 15 يوم 60 حاله، وعشان كده بتكلم انه ال 60 حاله دول بتشتغل حاله بحاله، ولا انا محتاج يعني حاجه شغل يعني سياسه بقى، يعني اشوف بقى وزاره التربيه والتعليم تنسقوا مع بعض، ما بقاش بس زي ما بقول كده. انا بقول لحضرتك انا بشتغل على شقين، على شق الدعم النفسي للاولاد دول وحاله بحاله زي ما حضرتك بتقولي، وفي نفس الوقت على الجانب الاخر على المستوى السياسي في النهارده بروتوكول مع وزاره التربيه والتعليم لانشاء لجان حمايه داخل المدارس، يعني وحدات حمايه هيبقى دورها رصد المدرسين دول ورصد الطلبه برضه، لان عندي بعض الاحيان يكون العنف من الطالب عشان يكون عندي صوره او خريطه لوضع العنف تجاه الاطفال جوه المدارس. اصلها موضه، قبل كده برضو احنا كنا تابعنا الطلبه هم اللي بيعتدوا على المدرسين، تيجي تسالهم يقولوا المدرسين بيعتدوا علينا فاحنا بنضربهم. ده اللي بيحصل للطلبه، ده رد فعل اللي بيتعمل فيهم. انا اسف، يعني هو الطالب اللي بيتضرب في ابتدائي النهارده بمجرد ما بيشتد عضو في ثانوي هو اللي هيضرب المدرس، ولازم نتوقع ده. احنا يعني هو العنف ده هيروح فين؟ مش معقول ده يحصل لما انا بحضره لابني يعني جوه المدرسه، انتظر ان انا استقبله بمجرد ما يشتد عضو، وده يترجم واقع العنف اللي موجوده عندنا من الاطفال تحت 18 سنه. ما هي منظومه العنف الحقيقه برضو عشان نكون منصفين هي موجوده في الشارع، بقت ثقافه،
حتى في الافلام والاغاني اللي بنسمعها او الكلام ده كله بقى العنف يعني بيتعلم للعيال الصغيرين، فبيمارسوا العنف في الشارع وبيتمارس عليهم في المدارس وهم كمان بيمارسوه، فمنظومه الاخلاق والقيم والتربيه والكلام ده كله محتاج لاعاده نظر. صحيح احنا ك يعني ناس كبار بنبقى قلبنا وجعنا قوي لما نشوف طفل ظهره متشرح بالشكل ده ومجلود، يعني جلد بخرطوم او اعتداء على طفل او طفله وهتك عرض يعني، ورايح ياخد درس ولا تاخد درس في مدرسه، سواء ده كان في واقعتين، وقعت مدير مدرسه مع بنت وواحد تاني برضو مدرس مع ولد صغير. فالحاجات دي كلها يعني لازم نقص الخطر، هندق جرس انذار، ما ينفعش الكلام ده يتسكت عليه. يا اما بقى طبعا المدرسين على راسنا من فوق، و أكيد كلام معروف مش كل المدرسين، يعني مش محتاجين إن احنا نزايد أو نتكلم في القصة دي، لكن في وقائع وفي حالات موجودة، فالحالات دي ما ينفعش نسكت عليها، لازم يتم إعادة النظر في بقى طوابير المدرسين الموجودين عندنا، اللي ينفع يستنى، اللي ما ينفعش مع السلامة. المدرسين لما كانوا بيطالبوا بكادر خاص وتحسين أجورهم والكلام ده كله علشان يبقى لي نفس وأنا بدرس الولاد عشان أبقى واخد حقي، الكلام ده حصل، لكن في المقابل كمان اعمل بحق ده، يعني اتقي الله، ده ممكن يكون ابنك ما ترضاش ان هو يحصل فيه كده. اي اب وام وهو بيودي ولاده المدرسه بيبقى بيوديهم في مكان المفترض ان هو امن عليه. يعني مره تانية نتمنى نسمع من وزير التربيه والتعليم اي كلام اي حاجه، وتليفون يتفتح ويعلق ويرد على الناس.